طيب يسعد اوقاتكم. عندي انا اليوم صور دجاج بدي اتبلهم في تتبيله جديده. هون عندي نص كوب صوص بندوره، عندي هون فنجان صغير خل التفاح الطبيعي، عندي ملعقه صغيره ملح مليانه مليانه، حطي شايفه ملعقه صغيره، ملعقه كبيره بابريكا، عندي ربع ملعقه فلفل، عندي دبس رمان. طيب بدي احط نص فنجان او فنجان صغير دبس رمان، عندي هون عندي روزميري وبصل مجفف شايفين، وعندي كمان هون بصل مجفف اخضر. عندي هون صوص حطينا منه حتى وبنخلط خلطي خلطي. عندي هون نص كوب زيت بلدي ضروري كمان شوي، يلا بنخلط. هلا هاي التتبيلة جهزت باعتبار يعني بعد ما نحركها كلها. هون ملعقة كبيرة كركم عشان تعطي لون أطيب وأحلى، وبنحرك القليل. دير الخلطة اللي عملتها أنا على صدور الدجاج شايفين كلها، يعني خلطة رائعة وجديدة شايفين. انا بدي اتركها نص ساعه في التتبيله، وبعد النص ساعه بدي اجهزها بالصينيه واشويها لمده من ساعه ونص لساعتين في الفرن. صبايا انا بلشت هون اصف صدورها شايفين في الصينيه، هيهم ها شايفين ريحه الخل طالعه وهي تتشربت التتبيلة، هيها ما شاء الله تبارك الرحمن. فين هون صفطنا كله، عندي الباقي حطيت عليه ربع كاسة مية بدي اخلطهم مع بعض واديرهن عليه. صبايا بدنا ندير شوية الصوص تقريبا في كاسة ونص يعني هم عليه شايفين، لازم يكون شوية هيك تحت الدجاج مية مشان تعطي نكهة اطيب كلك شايفين. هالطريقة هاي بنديره بنحرك هيك هسا على الفرن مباشرة بعد ما اغطيه مشان يستوي اكثر. صبايا هاي الصينية خلصناها، شوفوا هاللذاذ اللي فيها، اشي مش طبيعي.